بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. محاضرة اليوم هي عن تقليل عرض النطاق الترددي أو عن النطاق الترددي للليزر بشكل عام وطرق تقليله، يعني الباندويث أو يسمونه ليزر باندويث، ريديوسينج باندويث أو ليزر باندويث. أول شيء نفهم شنو ليزر باندويث وبعدين نجي لتفاصيل المحاضرة. تحدثنا بالمحاضرات السابقة، تحدثنا عن فكرة الليزر وطريقة إنتاج الليزر، شنو الآلية اللي ينتج بها الليزر، وقبل ذلك أخذنا شنو صفات الليزر وليش وبيش تميز الليزر، إلى أن وصلنا إلى إنتاج حزمة ليزر داخل المرنان وسميناها نمط ليزري، إلى أن وصلنا إلى دراسة الحزمة الخارجية من جهاز الليزر. خرجنا عن جهاز الليزر في دراسة خواص هذه الحزمة الخارجية، لكن مع ذلك هي مرتبطة طبعا بمحل إنتاجها، يعني مرتبطة بخواص المرنان وكل خواص الليزر داخل الحجرة الليزرية. هسه موضوعنا هنا للمحاضرة العاشرة، فالمحاضرة العاشرة تخص الحزمة الخارجية، أحد خواص الحزمة الخارجية خارج الليزر، وهي خاصة مهمة جدا وتتعلق بجودة شعاع الليزر الخارجي، وهي خاصية الباندويث. معنى الباندويث أو الليزر باندويث هو عرض النطاق الليزري للحزمة الليزرية، أو عرض النطاق الترددي للحزمة الليزرية. شنو يعني عرض النطاق الترددي للحزمة الليزرية؟ شلون نفهمه؟ ببساطة نرجع للمحاضرة السابقة، أكو ملاحظات في المحاضرة السابقة، المحاضرة التاسعة، تقول أنه الليزر اللي يخرج لنا واللي نستحصله بعد عمليات الليزر وبعد كل شيء، هذا الليزر راح يكون صح بطول موجي معين، وهذا الليزر بهذا الطول الموجي يؤخذ به لكل التطبيقات، يعني يكون طول الموجي إلى 600، بطول موجه 600 نانومتر أو 632 أو 800 أو 1000 وهكذا. لكن هذا الطول الموجي المثبت للليزر هو ليس بالضبط الطول الموجي الفعلي للليزر، لكنه الطول الموجي الأكثر تواجداً أو الأكثر شدة، ويرافق هذا الطول الموجي المركزي يرافقه أطوال موجية أقل منه بقليل وأطوال موجية أكثر منه بقليل، هذه تشترك معه في نفس الحزمة. لكن ميزة هذه الأطوال الموجية الأخرى غير هذا الطول الموجي المركزي، ميزتها أن تكون شدتها بسيطة، شدة هاي الأطوال الموجية بسيطة، فجودة الليزر تقاس بقلة هاي الأطوال الموجية المرافق للطول الموجي الأساسي. يعني بمعنى إذا كان الطول الموجي المسجل على جهاز الليزر على سبيل المثال 600 نانومتر، من المؤكد أن هذا الليزر هو مو ليزر مثالي وترافقه أطوال موجية أقل من 600، كان تكون 599 598 597 في النزول و 601 602 603 بالصعود بالزيادة. فجودة جهاز الليزر كل ما تكون هذه الأطوال الموجية المرافقة قليلة وغير مبتعدة جدا عن الرقم المركزي وهو 600 يكون في الليزر أجود. بس يعني لو كان الجهاز مسجل عليه 600 نانومتر ورافق طولين موجيين هما 599 و601، راح يكون هذا الليزر ذو جودة عالية من ناحية الباندويث. ليش؟ لأن الباندويث راح يكون ضيق شارب وحاد قليل، يعني ماكو اتساع بالأطوال الموجية كبير، راح تكون الاستخدامات لهذا الليزر فعلا قريبة جدا من الاستخدامات الخاصة بال 600 نانومتر، وراح يتميز بأحادية نوع ذو جودة عالية. أما إذا بالعكس كانت الأطوال الموجية المرافقة للستمية هي كثيرة من الجانبين، يعني توصل من 599
98 97 96 95 إلى أن توصل لل 91، 591 نانو من الجانب الأقل، وإلى أن توصل إلى 609 أو 610 من الجانب الآخر الأكثر. فأكيد هذا الليزر راح يكون بجودة قليلة، والسبب أنه هذه الشدة العامة، الشدة الكلية، يعني الشدة أقصد بها عدد الفوتونات، راح تتوزع ما بين هذه الأطوال الموجية، فما راح تكون الشدة المركزية أو الطول الموجي المركزي ذو شدة كبيرة جدا مثل ما تكون الأطوال الموجية المرافقة هي قليلة. الأطوال الموجية اللي نجي على سبيل المثال، إذا نقول أكو طول موجي يكون مركزي، هذا الطول الموجي نقول هذا الطول الموجي هو 600، هذا 600 نانومتر، هذا الطول الموجي، هاي أطوال الموجية، هذا خط الأكس هو للأطوال الموجية. فتبدأ الأطوال الموجية خلينا نقول من 10 إلى 2000، هذا 600 هو الطول الموجي لجهاز الليزر، لكن هذا الطول الموجي ما راح يكون هو الطول الوحيد للليزر، ماكو ليزر بهذه المثالية، هذا الليزر مثالي غير موجود في الواقع. راح تظهر بالليزر مع هذا الطول الموجي أطوال موجية أخرى، راح يطلع الطول الموجي أقصر 599، وطول موجي أقصر، وطول موجي أقصر، وهكذا. لكن هاي الأطوال الموجية الشدة مالتها، هذا الخط هو خط الشدة، هذا اللي هنا الواي هو للشدة، يعني هذا عدد الفوتونات، عدد الفوتونات، عدد الفوتونات موجودة أطوال موجية كثيرة مرافقة للطول الموجي الأساسي، مرافقة للطول الموجي الأساسي، لكن هاي الأطوال الموجية شدتها قليلة، وتميز الطول الموجي الأساسي بالشدة العالية. تلاحظون هاي شدة عالية معناتها هذا الارتفاع، وهذا الطول هو معناته شدة عالية. أيضا هناك أطوال موجية أكبر من هذا الطول الموجي مرافق، وأيضا تميز بشدة أقل، مثلا 601 602 603 604 605، فتظهر هاي الأطوال الموجية من الجهتين. هذا الأمر يعني وجود موجات مرافقة إضافية للطول الموجي الأساسي تظهر في نفس حزمة الليزر. حزمة الليزر ليست فقط بالطول الموجي الأساسي اللي هو هذا الأسود، نقول هيك، أو خلينا نخلي أحمر لغرض اللون، لكن معها أطوال موجية مقاربة للأحمر قريبة جدا من عده، فهذه تكون الحزمة الفعلية للليزر. هاي الحزمة الفعلية للليزر. الليزر المثالي هو الليزر اللي يتخلص من كل أو من أكثر هذه الأطوال المرافقة، أطوال الموجية المرافقة، اللي يتخلص من أغلب هذه الأطوال الموجية المرافقة، لاحظ، بحيث يكون فقط طول الموجي 600 ورافقة قليل من اليسار وقليل من اليمين. زين، هاي الحالة اللي نحتاجها. بس إذن إذا تخلصنا من عدهن هذين الأطوال، إيش راح تبقى حزمة الليزر الخارجية؟ تكون من أطوال موجية قليلة وتسمى موجة حادة أو حزمة حادة التوسع. توسع مالتها الباندوث يكون قليل. هاي راح تصير لنا على هذا الشكل. هاي تسمى حالة مثالية أو قريب المثالية، وهي الحالة المطلوبة. هذه اللي أمامكم. الباندوث بها مو عريض. يعني لو نرسم هسه هاي كمخطط بياني راح تكون بهذا الشكل، هذا المخطط البياني إلها، بينما السابقة كان المخطط البياني إلها لا، يبدي منه شوفوا الحالتين، شوفوا الحالتين والفرق بيناتهم. فالحالة هاي العريضة، هاي الحالة العريضة هذه كانت الباندوث مالتها عريضة، أما هذه الحالة فكانت الباندوث ضيقة ومثالية. فإحنا هذه اللي تهمنا واللي نطمح أن يطلع الليزر هسه، هذا هو معنى الباندوث العريض والباندوث الضيق، وشنو أهميته، مفهوم هسه شنو معنى الباندوث. إذا ملخص
إذا رسمنا الانتنسيتي والأطوال الموجية X لأي شعاع ليزري، راح تطلع لنا الأطوال الموجية على شكل مخطط قاوس، على شكل مخطط قاوس اللي هو هذا قدامكم. لكن هذا المخطط كل ما يكون عريض كل ما يكون أسوأ. ليش أسوأ؟ لأنه به هواي أطوال موجية مرافقة للطول الموجي الرئيسي، هو يكون المونوكروماتيك للطول الموجي أو إحادية اللون ضعيفة جدا، يعني مو قريب من إحادية اللون. احنا نطمح أن يكون الليزر، وهو أحد صفات الليزر فعلا أن يكون إحادي اللون، يعني نطمح أن يكون فقط بالطول الموجي محدد واحد اللي هو 600 أو 632 أو 700. لكن هذا ما نقدر نحصل عليه، ما نقدر نحصل عليه، فنتعامل مع الواقع. إذا هذا هو معنى الباندويث، هذا الاتساع بمعنى ليش يصير عندنا أساسا بجهاز الليزر، ليش يصير عندنا هذا الاتساع. فلازم نفهم أسباب الاتساعات الليزرية أو أسباب عرض النطاق الترددي للليزر. طبعا ذاكر أنا بالمحاضرة أن هناك عدة تسميات، ما هي من التسمية، عدة مصطلحات في تكنولوجيا الليزر تخص عرض النطاق الليزري. هاي التسميات عديدة ما يهمنا، ممكن نسميها باندويث، ممكن نسميها لاين ويث، ممكن نسميها سبيكترال ويث، يعني عرض النطاق الترددي أو عرض الخط الترددي أو العرض الطيفي. وكل هاي المسميات هي تعني درجة أحادية اللون للليزر الخارج. فكل ما كان الباندويث أو لاين ويث أو سبيكترال ويث هو قليل أو ضيق، كانت درجة مونوكروماتيسيتي كانت عالية، يعني أحادية اللون كانت مثالية وعالية. شنو أسباب هذا الخلل اللي يصير؟ شنو أسباب الباندويث؟ أكو موضوع قبل لا ندخل الأسباب ذاكر لكم بالمحاضرة، وهو قياس الباندويث. موضوع بسيط بس أقول لك بأنه قياس الباندويث تم الاصطلاح عليه في مصطلح الفول ويث هالف ماكسيموم اللي هو FWHM، بمعنى احنا من نقيس الباندويث من حواف الشكل هذا المنحني، يعني منا لهنا نقيس هذا العرض ونقول ها عريض. هذا الشكل هسه امامك، هذا الشكل شوفه هسه اللي رسمته اني، هذا الشكل جاي تلاحظ، هذا الشكل جاي تلاحظ عرض النطاق الترددي هذا او الباندويث العرض مالته. فبدل ما نقيسه من الحواف النهائيه نقيسه من منتصف الارتفاع. اذا مصطلح FWHM هو القياس من منتصف الارتفاع، يعني مثل ما موضح بالسهمين ذني، القياس هذا العرض من المنتصف، ما نقيس العرض من القعر او من القاعده، ولا نقيس العرض من القمه، نقيس العرض من منتصف الارتفاع. وهذا موضح لنا بالعربي شنو FWHM. هسه نجي الى اسباب الاتساعات الليزريه، وهذا ممكن ان يجي سؤال، ما هي اسباب الاتساعات الليزريه في خرج الليزر؟ واللي هو نفسه السؤال، ما هي انواع الاتساعات الليزريه؟ لان هنا كل نوع من انواع الاتساعات الليزريه هو سبب، فشنو الاسباب او شنو الانواع للاتساعات الليزريه؟ بس اريدكم تنتبهون على هذه الاسباب، لان هاي الاسباب تتعلق بفهمنا للليزر ولحجره الليزر. إذا فهمت هذه الأسباب راح تفهم الجزء الثاني من المحاضرة، وهو كيفية التخلص من هاي المشكلة بمجرد أن تفهم سبب المشكلة. فإذا تنتبهوا إلى الآن راح نبلش بسبب سبب ونشرح الأسباب بالتفصيل، بس أريدك تنتبه شوية وياي، راح أختصر أيضا قدر المستطاع. السبب الأول، خلي أشرح لك السبب الأول بس انتبه، وهو أصعب سبب، بس افتهم هذا السبب. السبب الأول هو الانيرجي ليفل لاين ويث، ممكن يسمونه لايف تايم برودنينج. هذا شنو السبب؟ لاحظ الرسمين امامك A و B، هذا شنو السبب؟ السبب هو اصلا الطول الموجي اللي ناتج هو من اصلا جاي، الطول الموجي الليزري الناتج هو اصلا من جاي اساسا، من اجى، يعني ليش 600 ليش 700 ليش 900 ليش 500 اساسا، من هذا، من اللي حدد هذا الرقم؟ اكيد احنا بدايه شرحنا لماده الليزر عرفنا انه الفرق بين مستويات الطاقه في داخل الماده الليزريه او الاكتيف ميديوم، هذا الفرق الطاقي بين المستوى الاعلى والمستوى الاوطى، هذا الفرق من تنزل الذره من مستوى طاقه اعلى الى مستوى طاقه ادنى، فرق في نزولها راح يترجم الى بعثها الى فوتون، ترجم الى طاقه خارجه من عندها، يعني هذا بقوانين حفظ الطاقه. الطاقة تخرج من عندها، ما دام نزلت طاقتها يعني خرجت من عندها، مثل أي جسم
أي موجود أي جسم ساخن يبرد، إذا ساخن وبرد الحرارة مالته وين راحت؟ إن كانت قطعة معدن أو أي شيء، فلازم هاي الحرارة طلعت للخارج أو امتصت جو أو انتقلت إلى جسم آخر، بمعنى أنه نزلت طاقة الذرة طلعت لنا بالمقابل طاقة خارجة من عندها وترجمت على شكل فوتون، لكن هذا الفوتون هو بالضبط هو مقدار هاي الطاقة أو مقدار فرق الطاقة ما بين المستويين. لذلك نقول دلتا اي تساوي اتش نيو، وهي معادلة الطاقة. دلتا اي دلتا اي تساوي اتش نيو ومعادلة بلانك لفرق الطاقة. إذن هذا الفوتون هو يساوي هذا الفوتون الخارج، أو الطول الموجي لهذا الفوتون الخارج، أو التردد لهذا الفوتون الخارج، هو بالضبط مساوي للفرق بين المستويين الأعلى والأدنى. هسه نجي هذين المستويين الأعلى والأدنى، إذا مكانهن واضح، إذا أرقامهن واضحة، بمعنى المستوى مثل ما تشوفون بالصورة، المستوى رقم واحد ورقم صفر، ستة محددة لو مو محددة؟ محدد. يعني إذا كان الـ E1 900 والـ E0 هو 300، فطاقة الفوتون الخارج راح تكون ايش قد؟ 600. 900 ناقص 300 تساوي 600. هاي طاقة الفوتون اللي حكينا هسه عنها واللي رسمناها بالشكل هسه اللي رسمتها. إذا راح يصبح طول موجي واحد، بعد شنو المشكلة؟ إذا وين المشكلة؟ 900 ناقص 300 يساوي 600، وخرج لنا 600 ومحدد، وما ويا 601 ولا ويا 603، صح لو لا؟ بس 600. إذا من جت 603؟ من جت 598؟ من جن؟ إذا هو 900 ناقص 300، أصل الفوتون هو هذا، أصل الفوتون هي هاي المعادلة بالأخضر هسه رسمتها لكم، هذه المعادلة اللي هي دلتا إي تساوي اتش نيو. أصل الفوتون هو الفرق ما بين المستوى الأعلى والمستوى الأدنى اللي هو 900 ناقص 300 يساوي 600، إذا الفوتون الخارج 600. من جانا 598؟ من جانا 603؟ شو تقولون؟ أقول 900 ناقص 300 يساوي 600، وخلص بكل بساطة راح يطلع لنا فوتون عبارة عن 600 نانومتر، خلص. لكن ما طلع هذا، طلع 600 ومعاه 599 ومعاه 598 ومعاه 601 ومعاه 602. ليش؟ ولو 600 هي كانت الأكبر، لكن مع ذلك أكو شوائب طلعت. ليش؟ راح أنا جاوبكم، بسألتكم تنتبهون للجواب وتحفظونه يعني، وراح نطرح مثال حتى تفهمونه ويتركز بالكم حتى ما تنسون. أنا عندي مسافتين أو عندي نقطتين أنطلق ما بيناتهم، والله أنطلق بأي وسيلة، سيارة، طائرة، مشي، أي شيء. على سبيل المثال مدينة النجف ومدينة بغداد. مدينة النجف ومدينة بغداد البعد بيناتهم مش قد؟ مش قد البعد بين النجف وبغداد؟ 160 كيلومتر. هل بالتحديد هو 160 كيلومتر من انطلق أنا من بيتي إلى منطقة بغداد دائرة حكومية كذا أو جامعة؟ هو محدد رسميا 160 كيلومتر بين النجف وبغداد ترى، لكن الواقع صار أكثر أو أقل بشوية. بس ليش؟ شنو السبب؟ السبب هنا انه انا مكان انطلاقي وين؟ انا بيا حي بالنجف، شاهي النجف نقطة واحدة، يعني النجف انطلق من نقطة واحدة محددة. هاي المسافة 160 كيلو ما بين النجف وبغداد من اين قيست؟ من اين الى اين؟ من المركز الى المركز، وهذا القياس الصحيح. لكن انا انطلقت من المركز الى المركز، اذا انطلقت من المركز الى المركز ف 160 صحيح ولا غبار على ذلك. لكن اني ما انطلقت من المركز الى المركز، اكيد طلعت من بيتي بعد هذا الدور. بيتي وين؟ في احياء النجف، يعني مثلا الاحياء البعيده على سبيل المثال حي القدس، طلعت من حي القدس او طلعت من حي العسكري او طلعت من حي الجامعه او طلعت من حي ميسان. مو اكو فرق بالكيلومترات بين الاحياء لو لا؟ يعني اكو فرق مثلا من حي العسكري الى حي القدس ما يعادل 4 أو 5 كيلو، صح لو لا؟ تقريبا. زين، انا من انطلقت هسه عنك، انا من انطلقت وبيت بياحي، بس وين رحت ببغداد؟ رحت لمركز بغداد؟ ممكن دائره موجوده في اول بغداد، او ممكن دائره موجوده مثلا بالتاجي، او ممكن دائره موجوده ببوتشير او بالبياع، او مو شرط في مركز بغداد، مو شرط ان تكون بالعلاوي او بالصالحيه او بباب الشرج، يعني كانه اذا نعتبر ذني مركز بغداد، مو شرط.
إذن هذا يعتمد على انطلاقي من أين إلى أين، وإن كان المسافة كانت محددة ما بين النجف وبغداد 160 كيلومتر، لكن مع ذلك إذا أريد الدقة الأكثر لازم نحدد من أين إلى أين بالضبط، من أي حي بالنجف إلى أي حي في بغداد. واضح؟ شنو ارتباطها بموضوعنا هذا؟ أنا قلت المستوى الأول هو 900 والمستوى الثاني هو 300، والناتج هو 900 ناقص 300 يساوي 600. لكن هنا المستوى الأول الأعلى خلينا نقول هو النجف أو موضع انطلاقي، أنا حاسبه من المركز فقط هو 900، لكن ممكن هذا الفوتون ما كان بال 900 أصلا أو ما تحرك ونزل نقطة انطلاقة من 900، ممكن أن تكون نقطة انطلاقة من 905، ممكن تكون نقطة انطلاقة من 898. إذن أكو عرض المستوى الطاقي مثل ما أكو اتساع بمدينة النجف بعدة أحياء وليست بنقطة مركزية واحدة، مثل ما تتسع النجف وأكو مسافة بين أحيائها، أكو اتساع بالخط أو بالمستوى الطاقي الأعلى. الفوتون ما كان بال 900 بالتحديد اصلا وما انطلق من ال 900 بالتحديد اصلا، ممكن انطلق قريب من ال 900 زياده او نقيصة، مثل ما انا انطلق من احد احياء النجف وما انطلق من مركز النجف بالتحديد، يعني ما انطلق مثلا مركز النجف اذا نعتبره ثوره العشرين، ما انطلقت انا من ثوره العشرين، انطلقت اما ابعد أو أقل أو من ثورة العشرين، فهنا تحسب المسافة. إذن مثل ما كانت اتساع بخارطة النجف هناك اتساع بالمستوى الطاقي ما يحدد بـ 600 يكون عريض، هذا معنى عرض المستوى الطاقي. شوف الرسم الآخر من الشكل 34 وهو بي، شوفوا البي، لاحظوا البي، شنو فرق البي عن الأي؟ وحتى تفهم المحاضرة والله إذا افتهمتها بعد ما تحتاج حتى تقرأها، ترى أنا جاي أنزل إلى مستوى جدا بسيط بالشرح بس افهمها بعد ما تحتاج، هي سالفة جاي أسولفها لك، قصة جاي أسولفها لك قصة، بس انتبه لها خلاص ما تحتاج حتى تركز، بس انتبه خلاص. شوف شكل بي بالفيجر 34 قدامك، شنو فرقه عن شكل أي أو شنو تعلقه بكلامي من قلت النجف والنجف مو مكان واحد وبها اتساع والنجف نقارنها بالمثال بالمستوى الطاقة الأعلى، يعني العرض الخط الطيفي أو عرض المستوى الطاقي بالبي كان أعرض، وهو هذا الواقعي، الواقعي هو البي وليس الأي، الأي ناخذه للتبسيط، نرسم احنا الأي للتبسيط لكن الواقع هو البي وهو غير واقعي، لكن نتخذه للتبسيط مثل ما نرسم النجف كنقطة وبغداد كنقطة، لكن الصحيح انه ما نرسم النجف كنقطه، نرسمها مساحه معينه يعني كدائره او مربع او كذا معين اوسع من النقطه، وبغداد ايضا اوسع من النقطه. اذا الرسم الاكثر واقعيه هو بي وليس اي. ايضا المستوي الليزر الادنى اللي راح يوصل له الالكترون بعد انتقاله وبعد هبوطه ايضا متسع، مثل ما بغداد من اوصلها اني هي متسعة وما أوصل إلى الباب الشرجي أو الصالحية، لا ممكن أنا أوصل إلى منطقة قريبة أو بعيدة، ما أروح لمدينة الصدر أبعد شوية أو أجل الدورة أقرب شوية، هكذا يعني حسب اللي أنا شغلي، يعني حسب شغلي وين. إذا ما كانت المسافة هي 160 كيلومتر، لكن كانت هي مسافة 160 كيلومتر زائد ناقص 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو 6 كيلو قد يكون 10 كيلو اذا اريد الدقه، فهو هذا الواقع انه مسافتي اني بانتقالي من النجف الى بغداد باليوم الفلاني كانت 160 كيلومتر زائد ناقص 10 حسب. بهاي الحاله هذا الاتساع بالخطوط الليزريه او بالخطوط الطاقيه او مستويات الطاقه هذا موجود فعليا في كل ماده، في كل مادة، لذلك راح يطلع لنا راح يخرج حزمة الليزر متعددة الأطوال الموجية، مثالنا 600 إذا نبقى عليه فما راح تخرج 600، راح تخرج
600 مع أطوال أقصر و600 أيضا مع أطوال أكبر وهكذا. هذا معنى الانرجي ليفل لاين ويد. هسه أنا خلصت الشرح مالته إذا فاهمين. هاي النقطة الأولى اللي قلت لكم شوية هي أصعب من البقية لازم تفهموها. هاي خلص شرحها. تحدد طاقة الفوتون الخارج حسب الفرق ما بين المستويين الليزريين، المستوى الطاقة الأعلى ومستوى الطاقة الأدنى. شقد الفرق بيناتهم راح يطلع لنا الفوتون الخارج اللي هو فوتون منبعث، وهاي حسب معادلة الطاقة. إذا الفرق ما بين المستويين يحدد طاقة الفوتون وبالتالي يحدد طول الموجي للفوتون. نقطة رأس السطر. إذا كان الفرق ما بين المستويين الطاقيين هو واضح ورقم واحد ومحدد بالدقة الكاملة، إذا راح يكون الفوتون الليزري أو كل الفوتونات الليزرية لهذه المادة لأن ذراتها متشابهة راح تكون كل الفوتونات بنفس الفرق الطاقة. يعني إذا كان الأول E1 900 والE0 300 راح تكون الفرق بيناتهم هو 600 وهي طاقة الفوتون الخارج لكل الذرات 600. لنفرض أنه خلينا نقول 1000 ذرة كلهن نزلن من الE1 إلى الE0 بدون أي نقاش راح نقول كلهن ذني طولهن الموجي 600. ليش؟ لأنه نقول لأنه الفرق ما بين الE1 والE0 هو 600، لأن الفرق بين 900 و 300 يساوي 600. خلاص ما راح يناقشنا نهائيا. لكن ذن الألف فوتون لألف ذرة اللي انطلقن هذني كل الذرات انطلقت مثل ما أنا أسافر هسه من النجف إلى بغداد، من مركز النجف إلى مركز بغداد 160 كيلو، لكن على سبيل المثال علي يسافر لكن هو بغير حي، صح هو رايح من النجف إلى بغداد صحيح صحيح، حيدر هم مسافرون في نفس اليوم نفس اللحظة، لكن كل من يطلع من بيته صحيح هم من النجف، صحيح هم يطلعون من المستوى الطاقي الأول من النجف ورايحين للمستوى الطاقي الأدنى اللي هو بغداد صحيح، كل احنا نفس الوصف، كل احنا رحنا لبغداد، احنا الف واحد رحنا لبغداد بذاك اليوم نفس الساعة نفس الزمن، لكن كل من طلع من بيته وكل من راح لدائرة مختلفة ببغداد، اذا كنا قطعنا مسافة 160 كيلو بالتحديد، هل كلهم قطعوا 160 بالتحديد؟ لا، واحد قطع 160، الثالث قطع 160، الرابع قطع 160، الخامس قطع 163، السادس قطع اقل 159. ذولا اعتبروهم فوتونات، ذولا الاشخاص راحوا من النجف الى بغداد بنفس الساعه، لكن ايش قد المسافه اللي قطعوها؟ حسب شغله وحسب بيته بالنجف، لان النجف من التسعه وبغداد من التسعه. ما بين المسارين لكل مسافة حسب شغله، لكن معظمهم 160، معظمهم 160، واكو اقل واكو اكثر. اذا الفوتونات الخارجه هنا راح تكون 160 مع وجود، او راح تكون 600 مع وجود اقل ومع وجود اكثر، وهذا بسبب اتساع الخط الليزري اللي سببه اتساع مستوى الطاقي. هذا السبب الاول اللي قلنا هو اصعب سبب واللي يدخل به الكوانتم، وهنا مدخل لكم بالضبط مكانات الطاقيه، هاي مكانات طاقيه هاي الارقام. هسه ننتقل الى السبب الاخر للاتساع الطيفي وهو سبب ابسط وهو دوبلر افكت، تاثير دوبلر. احنا هسه جاي نشرح محاضرتنا الجاي تشرح اتساع النطاق الترددي، بمعنى الليزر ما يطلع عندنا 632.8 يطلع ويا بعد حزم اخرى تطلع ويا شوائب، نريد نعرف شنو سبب هذه الشوائب، اكو ترددات اقل واكو ترددات اكثر. عرفنا السبب الاول اللي هو باتساع المستويات الطاقيه وافتهمناه، نجي للسبب الثاني الابسط. ببساطه هذا الرسم راح يبين لك السبب الثاني اللي هو دوبلر افكت، تاثير دوبلر. شنو دوبلر افكت؟ دوبلر افكت هي ظاهرة دوبلر اكتشفها العالم دوبلر، وهو اكتشاف مهم جدا وساعد هواية بأمور هواية، مو بس بالليزر ولا بس بالفيزياء، ساعد على نماء التقنية والتكنولوجيا العالمية. هذا بساطة هذا الاكتشاف بسيط جدا بس مع ذلك مهم جدا وفاد العالم هواية. شنو هذا الظاهرة؟
الظاهرة. راح أقول لك مثال أيضا عليها، وإن كان مثال بسيط جدا بس مع ذلك أهم شيء إحنا نفهم. خليني أحكي لك الظاهرة. الظاهرة تقول أنه هذا الطول الموجي أو هذا الفوتون اللي يصير بسرعة الضوء إلى تردد معين، واضح كل فوتون إلى تردد، لكن هذا إذا ينطلق نحوي مسرعا نحوي راح تردده يزيد، وإذا كان ينطلق بالعكس ينطلق إلى الجهة الأخرى بعيدا عني راح تردده يقل والطول الموجي مالته يزيد. إذن أكو اختلاف، راح يصير اختلاف بالأطوال الموجية حسب اتجاهها. إذا كانت نحوي راح أنا أشوفها بطاقة أكثر بتردد أكثر وبطول موجي أقل، وإذا كانت منطلقة بالاتجاه المضاد راح يتسع الطول الموجي مالتها، فيصير اتساع بالطول الموجي، تقلص للطول الموجي مثل ما واضح بالشكل أمامكم. إذا كانت نحوي متجهة نحوي هذا الفوتون جاي عليه، أما إذا الفوتون مبتعد عني فراح يصير تمدد بالطول الموجي. هاي الظاهرة موجودة بحياتنا اليومية وكلكم ملاحظيها، كلكم ملاحظين هاي الظاهرة بس يجوز ما منتبه لها. مرات انت توقف على شارع عام، شارع سريع، يعني السيارة اللي تدق هورن وهي متجهة نحوك بسرعة عالية وتعبرك وباقي الهورن بعده، راح الصوت يختلف، صوت المتجه لك الهورن يختلف والمبتعد عنك يختلف، صح؟ ملاحظين هذه الحالة؟ او اي صوت مو بس الهورن، صوت المحرك مال السيارة، انت جاي تحس انه هاي السيارة قادمة وليست مبتعدة، حتى لو كنت مغمض او كنت ملتفت راح تحس اكو سيارة جاية، وراح تحس اكو سيارة مبتعدة. ليش؟ تميز الصوت من الصوت، تحس بالصوت انه تردد مالته جاي يزيد اذا كانت السيارة مقتربة، وتحس التردد مالت هذا الصوت جاي يقل اذا كانت السيارة مبتعدة. فهذا موجود ممكن تجربتك. الليزر هنا طبعا هو طول موجي راح ينطلق من الذرة، فوتون راح ينطلق من الذرة ومحدد طول الموجي. خلصنا من الاتساع الليزر، هسه طلع عندنا طول موجي 600 601 698، المهم هسه طلع بعد اخواته البقية اذا عندنا 1000 فوتون كل واحد اخذ طول موجي معين. شنو الاختلاف الاخر بالطريق؟ هو هل هذا الفوتون متجه نحو المرآة، المرآة الاولى، لو نحو المرآة الثانية؟ إذا كان متجه نحو المرآة الأولى اللي راح تخرج المية مال، ما راح تكون 600، راح تزيد، يكون 603 مثل ما واضح بالشكل، يزيد طول الموجة إذا كان متجه نحو الخروج، وإذا كان متجه بالعكس راح يقل طول الموجة مالته ويكون على سبيل المثال 598. إذن هذا اختلاف آخر يواجه الفوتونات بحيث ثباتها على رقم معين ما يكون تمام، تواجه تغييرات في الأطوال الموجية بالطريق. هذا يسمونه ظاهرة دوبلر، لذلك هذا الرسم اللي جوه هذا اللي أمامكم يوضح أن الفوتونات في حجرة الليزر مختلفة الاتجاهات، وكل اتجاه راح يقلل أو يزيد من الطول الموجي حسب الاتجاه، إن كان مقتربا أو مبتعدا وشنو زاوية اقترابه وابتعاده كلها تأثر، ولا يتساوى في القلة والزيادة إلا الفوتونات المتحدة المسار والاتجاه. لذلك ظاهرة دوبلر راح تغير أيضا وتسوي اتساع، يعني افترضوا أنه الألف ما مروا بالسبب الأول اللي هو الاتساع بخطوط الطيف عن طريق العرض الطاقي لمستويات الطاقة اللي هسه شرحناها النقطة الأولى. افترضوا أنه الألف كلهن 600 بالتحديد، كلهن 600، فذن 600 أيضا راح يصير بيناتهم بعد اختلاف وما يبقى 600 بواسطة ظاهرة دوبلر، لأن 600 أكيد مو بنفس الاتجاه ولا بنفس الزاوية، فراح يصير أيضا توسع بالنطاق الليزري عن طريق ظاهرة دوبلر. السبب الثالث وهو سبب أبسط من السببين السابقين، السبب الثالث وهو التصادمات، يعني عرض النطاق الليزري اللي يحدث بسبب التصادمات. شنو التصادمات؟ هاي تتعلق أيضا بظاهرة دوبلر بس بتعلق معين.
يعني الذرة هسه احنا الفوتون بظاهرة دوبلر، يعني السبب الثاني اللي هسه خلصنا منه كنا شنو نهتم به هو سرعة الفوتون واتجاهه لأي مرآة، مو إن كان قادم أو ذاهب أو بأي زاوية. هاي فيما يخص السبب الثاني اللي هو يكون ظاهرة الدوبلر. هسه السبب الثالث وهذا الكولاجين رود بانك، هذا بالعكس الذرة أساسا هي ما كانت واقفة ساكنة في مكان محدد، هي الذرة هي موضع انطلاق الفوتون ما كانت ساكنة، هي الذرة بالغاز سريعة جدا، فسرعة هذه الذرة أيضا تحدد لنا مقدار الاتساع طول الموجة للفوتون المنطلق منها بالانبعاث، سرعة هذه الذرة. طبعا إذا كانت الذرات كلها ساكنة هذا السبب ما يحدث، لذلك هذا السبب الثالث وين ما موجود بأي ليزرات، ليزرات بها الذرات مالتها ساكنة وغير متحركة، يا ليزرات بها الذرات ساكنة وغير متحركة، يا ليزرات مثل ليزر الهيليوم نيون الغازي الصلب الذرات ساكنة به، مجرد اهتزازات بسيطة يعني مو انتقالات، احنا نحكي عن الانتقالات، اما الاهتزاز فما يعني النشي الان، ما يعني النشي الوسط صلب مجرد اهتزاز لا اكثر، ما بي انتقال، الانتقال يحدث بالسوائل ببساطة ويحدث بالغازات بشدة، هذا انتقال الذرات داخل أوساطها. داخل الذرات وخاصة في الأوساط الغازية مو بس تكون حركة سريعة للذرات، مو بس هاي، يا ريت بس هاي، بحيث يختلف عندنا الطول الموج الخارج منها حسب سرعتها واتجاهها، مو بس هاي، أكو تصادمات داخل الغاز ما بين الذرات بحيث ذرة كانت سريعة جدا فجأة تتوقف أو تقل سرعتها، هذه الأمور وهذه التصادمات كلها تأثر على الفوتون الخارج، لأن مكان الانطلاق إذا كان ساكن يختلف عن مكان الانطلاق إذا كان متحرك، فهنا هذه التصادمات وأكثر شيء تخص الغازات أكثر من الليزرات السائلة أو الليزرات الصلبة، هذه تخص الغازات موجودة أيضا كسبب للاتساع الليزري. إذن نأخذ بس ذن ثلاث أسباب فقط للتبسيط. إذن السبب الأول كان عرض المستوى الليزري مستوى الطاقة، السبب الثاني كانت ظاهرة دوبلر، والسبب الثالث هو الكولاجين. هذين ثلاث أسباب وعرفنا السبب الأول ما يتعلق بالغاز أو السائل أو الصلب، كل المواد هذا خاضع له السبب الأول، صح؟ السبب الثاني دوبلر إفكت وين موجود أكثر، بالسوائل لو بالغاز ذات لو بالصلب، دوبلر افكت السبب الثاني حسب رايكم وين موجود اكثر، بالسوائل بالليزرات السائله بالليزرات الغازيه او بالليزرات الصلبه؟ دوبلر افكت. السبب الثالث وين اكثر شيء موجود؟ السبب الثالث كولجينال رود بادنج، الغازات منطقيا انه التحرر لكل جزيئه او كل ذره يكون تحرر أكبر بالغازات، تحرر أكبر وسرعة أكبر، لذلك راح يكون التصادمات أكثر، لكن هذا أيضا يتعلق بشيء آخر، حتى بالسوائل حتى بالغازات راح يتعلق بشيء آخر، هو عدد الذرات، يعني إذا كان عدد الذرات هذني بالسائل قليلة على سبيل المثال، هذا المحيط بفجوة الليزر وحجرة الليزر يحتوي على 10 ذرات فقط، أكيد احتمالية التصادم بيناتهم جدا قليلة، مو مثل المليار ذرة ايش قد يصادمون بيناتهم بنفس السرعة، يعني بينما 10 ذرات ايش قد يصادمون بيناتهم في الثانية الواحدة، هاي كثافة أو عدد الذرات داخل الحجم، وهذا يسمى الكثافة، ونتحكم بمصطلح آخر وهو الضغط، بالغازات نسميه الضغط اللي يعنينا زيادة الكثافة، زيادة الضغط بمعنى زيادة الكثافة بمعنى زيادة العدد للذرات المتواجدة في نفس الحجم، فكل ما زاد الضغط راح تزداد السبب الثالث، لأن بزيادة الضغط تزداد الكثافة،
بزيادة الكثافة يزداد العدد، بزيادة العدد تزداد تصادمه. بقلة الضغط تقل الكثافة، بقلة الكثافة يقل العدد، بقلة العدد تقل التصادمات. إذن نقدر نتخلص من السبب الثالث بواسطة تقليل الضغط للغاز أو الأكتيف ميديوم الغازية، نقلل الضغط مالتها. لكن هذا يجلب لنا مساوئ أخرى. ليش أمر سيء تقليل الضغط بينما هو يخلصنا يطلع لنا جودة عالية، يطلع لنا ليزر بجودة عالية تصادمات قليلة، لكن بأمر سيء آخر أو بضرر آخر، شنو هو؟ تقل عدد الذرات. وإذا قلت عدد الذرات شو يصير؟ لأن إذا قلت عدد الذرات معناته كثافة الفوتونات هي المعمل مالتنا، هي الذرة هي المعمل مالتنا اللي تطلع لنا الفوتون، كل ذرة تطلع فوتون، فمعناته نطلع 10 فوتونات شو نسوي بها؟ مليار يطلع لنا مليار فوتون، تريليون يطلع لنا تريليون فوتون، 10 ذرات مو ليزر، ما يصير عندنا ليزر، يصير شدة الليزر الناتج جدا قليلة بتقليل الكثافة، يعني بتقليل الضغط. فهنا نسوي ميزانية أو نراوسها بالمصطلح العامي، نراوسها بحيث نوازن ما بين الكثافة أو تقليل الضغط وما بين شدة الفوتونات اللي راح تخرج لنا. وهنا لكل مادة هناك أرقام معينة هي المثلى، يعني الاتزان، خير الأمور أوسطها، بحيث لا نقلل الكثافة أكثر بتقليل الضغط وما راح يخرج لنا شدة ليزر كافية، ولا نزيد الكثافة أكثر بزيادة الضغط بحيث التصادمات يخرج لنا ليزر رديء، فنوازن بين الحالتين. ماشي يعني؟ احنا دخلنا هسه بدون نشعر في طرق تقليل البرود باند او الباند ويث، حكينا هسه احنا حاليا طريقة وهي تقليل الضغط، تقليل الضغط. اذا عندنا الطريقة الاولى والثانية هي بواسطة التبريد وتقليل الضغط. حكينا على تقليل الضغط، هسه حكينا على تقليل الضغط وشو يسوي لنا. زين التبريد شنو؟ اول مرة يجينا مصطلح تبريد. تقليل الضغط افتهمناه وعرفنا ليش يفيدنا وشلون يضرنا وشلون نسوي موازنه بحيث لا يضرنا زايد. زين هسه مصطلح التبريد، التبريد شنو؟ ليش يساعدنا التبريد؟ عندنا غاز مبرد او عندنا سائل مبرد، ليش يساعدنا؟ هل يساعدنا بالسبب الاول اتساع المستويات الليزريه، او بالسبب الثاني ظهر الدوبلر، او بالسبب الثالث التبريد يفيدنا؟ اللي هو شنو السبب الثالث؟ شنو معنى التبريد وشنو معنى التسخين فيزيائيا؟ التسخين عبارة عن زيادة السرعة للذرات أو الجزيئات. التسخين هو زيادة السرعة للأجسام إن كانت البارتيكلز إن كانت ذرات أو جزيئات. مجرد زيادة السرعة أو زيادة الاهتزاز أو زيادة الدوران هو تسخين، بس هذا التسخين. إحنا نشوف التسخين أنه درجة حرارة زايدة وكذا، يعني هذا السبلت اللي يشتغل شو يسوي؟ شلون يبردنا؟ شلون يبرد لنا هذا السبلت اللي يشتغل بالغرف بالقاعات؟ شلون نشعر بالبروده احنا؟ هذا مجرد يدخل لنا غاز، هو هواء نفس الهواء هذا، بس هذا الهواء الذرات مالته او جزيئات مالته بطيئه الحركه، تتحرك ببطء شديد، هاي راح تصادم بها الذرات الساخنه اللي عندنا اللي هي سرعتها عاليه بالجو الحار، فيصير تعادل بالسرعة، يعني السرعه هاي تقل والسرعه دي تزيد، سرعة السريع تقل وسرعة البطيء تزيد، يصير هذا اسمه تبادل حراري. سرعة الذرات ال او الجزيئات السريعة تقل بتصادمها بالجزيئات البطيئة، وزيادة سرعة الجزيئات البطيئة نتيجة هذا التصادم هو هذا التبادل الحراري، بس ماكو اكثر. توزيع سرع يعني انتقال طاقات، طبعا السرعة هي طاقة، انتقال طاقات. إذن هسه نجي لموضوعنا. الكولينج أو التبريد هو تبطيء الجزيئات داخل الوسط الليزري. هذا خلص. التبريد هو تبطيء سرعة الجزيئات داخل الوسط الليزري. يعني بيش بيا سبب دخل لنا؟ هذا يفيدنا بيا سبب، السبب الأول لو ثاني لو ثالث. السبب الثالث وأيضا يفيدنا بالسبب الثاني بطريقة غير مباشرة. مثل ما حكيت هسه. إذن هذا يفيدنا بالسبب الثالث وهو الكوليجينج، يعني يقلل التصادمات. أكيد يقلل التصادمات، لأن الجسيمات ساكنة بيناتها تصادمات، إذا الجسيمات واقفة بيناتها تصادمات،
اكو تصادمات بين الجسيمات الساكنه، ماكو تصادمات بين الجسيمات الساكنه، اكو تصادمات بسيطه بين الجسيمات البطيئه، واكو تصادمات كثيره بين الجسيمات السريعه. زين، فكل ما كانت سرعه الذرات بالوسط كبيره زادت التصادمات. هذا يفيدنا الكولينج بالسبب الثاني، وايضا يفيدنا بالسبب الثاني. ليش يفيدنا بالسبب الثاني؟ تبريد. ليش يفيدنا بالسبب الثاني؟ السبب الثاني اللي هو شنو؟ السبب الثاني هو دوبلر افكت، تاثير دوبلر، واللي قلنا انه هذه الظاهره اذا اجتك ذره او اجاك فوتون منطلق نحوك بسرعه عاليه، كل ما زادت السرعه النسبيه بينك وبينه راح يكون تاثير ظاهره دوبلر اكثر، ويكون التغير بالطول الموجي مالته اكثر. اذا كان مقترب نحوك بسرعه نسبيه عاليه، يعني انت مقترب له وهو مقترب لك، او هو مقترب لك بسرعه اكثر، طبعا اذا مقترب لك ببطء راح الطول الموجي مالته ما يتغير هوايه، واذا مقترب لك سريع راح الطول الموجي مالته يتغير بشده. اذا ظاهره الدوبلر تتعلق ببطء سرعه الجسيمات او سرعه الذرات داخل الوسط المادي، كل ما كانت ابطا فهاي الظاهرة ما راح تحدث عندنا إلا بشكل بسيط جدا، يعني راح نتخلص تقريبا من هاي الظاهرة بواسطة التبريد، وأيضا بواسطة تقليل البريشر أو تقليل الضغط بشكل غير مباشر. فهذان السببين أو هذان الوسيلتين، وسيلة الأولى والوسيلة الثانية هي الكولينج وريديسينج أوف بريشر، هذان وسيلتين لتقليل الشوائب او لجعل الباند ويث ضيق او شارب او التخلص من الباند ويث العريض. هذني وسيلتين افتهمناها. اكو وسيله ثالثه، شنو الوسيله الثالثه؟ الوسيله الثالثه هي المرايا، وضع مرايا. شو يسوي المرايا هنا وشلون تعالج لنا الموقف؟ هذا الشكل قدامكم هو يسولف، هذا الشكل هسه وشكل 37 هو يسولف وهو يشرح لك الموضوع بشكل كامل، بس تنتبه عليه شويه. شوف اكو مرايا توسع لنا الحزمه الطيفيه، واكو مرايا تقلل لنا الحزمه الطيفيه. شلون نعرف انه المراه هي عاكسه تعكس؟ المراه هي تعكس الطول الموجي او تعكس الموجه، بس هل المراه تعكس كل الامواج اللي تجيها؟ المراه هي عاكسه لكل الموجة الكهرومغناطيسية، لكل أطوال الموجة الكهرومغناطيسية، لكل ترددات الموجة المغناطيسية. أكو مرآة هيك عندنا؟ أكو مرآة عاكسة كلية لكل ترددات الموجة الكهرومغناطيسية؟ نشوف المرآة اللي ببيوتنا هي عاكسة للأطوال الموجية المرئية. هذا علم خاص وعلم جدا مهم وخطر، يعني حتى يستخدمونه بالحروب أو بالعسكرية. راح تلقون كل مرآة لها مجال او رينج معين من الشغل، من العمل، تشتغل على رينج معين. المرايا اللي عندنا بالبيت تشتغل على الاطوال الموجيه الفيزبل، لكن مو كل الفيزبل، لذلك مراه عاليه الجوده احنا ما نحس بها طبعا، نشوف وجوهنا بالمرايا عبالنا يعني لا، هي مو هذا الشيء. اكو اطوال موجيه ما انعكست، اكو اطوال موجيه ما انعكست، بدليل انه اكو مرايا معتمه شويه. اذا نقدر نخلي المرايا هذه عاكسة لجزء من الأطوال الموجية وغير عاكسة للجزء الآخر من الأطوال الموجية، فإحنا نتحكم بالمرايا. المرايا صناعة بشرية إحنا نصنعها، ومواد عندنا موجودة ونقدر نتحكم بالرينج مالتها. هاي المرآة وصلها الليزر من الداخل، وصلها في 5 أطوال موجية اللي هي 600 إلا 1، 600 إلا 2، 600 إلا 3، و601، 602، 603. ماشي، هذني 7 أطوال موجية وصلا يريدني طلعا. هذه المرآة إذا خليناها عاكسة بنسبة كبيرة لل 603 و 602 وال 600 ناقص 3 و 600 ناقص 2، يعني قصدي 598 597، هذين الأطوال الموجية الأربعة، إذا احنا صنعناها بحيث هذين تعكسن أكثر من غيرها، ايش راح تخرج لنا هاي المرآة؟ يعني احنا صممناها بحيث تكون منفذه او تعبر الاطوال الموجيه 599 و600 و601، هذين تنفذهن تخرجهن، اما الاقل والاكثر 603 تعكسها، 604 تعكسها، 605 تعكسها، ما تطلعها للخارج، ما تسمح لها بالمرور، 596 ما تسمح لها بالمرور،
597 ما تسمح بالمرور، تسمح لل 599 وال 600 و601 بس لان تسمح لهم بالمرور. ايش راح يخرج عندنا الليزر؟ يعني احنا خلينا سيطره، صح اجتنا هوايه اطوال موجيه هوايه سبعه، بس خلينا سيطره مبرمجه ما تخرج لنا بس ثلاثه، والثلاثه شنو التخرج هنا؟ المركزي واللي بصفه منا واللي بصفه منا، الازيد منا برقم والاقل منا برقم. احنا صممنا مراه بحيث مثل السيطره ما تخرج بس المركزيات. ايش راح يصير عندنا هسه بهاي الحاله؟ باوع للرسم الشكل 37 قدامك، البي الجو راح تلقى كلامي مترجم على شكل رسم. المرآة صارت سيطرة ما سمحت للأطوال الموجية المبتعدة عن الطول الموجي المركزي بزيادة أكثر وبنقيصة أكثر بالخروج. المرآة صارت سيطرة فقط لخروج الطول الموجي المركزي فقط والأقرب منه بقليل فقط. إذن هاي المرآة ساعدتنا الآن، ساعدتنا بتقليل الباندويث لو بزيادة الباندويث. بس المرآة سوت لنا سيطرة ما نخرج بيها بس ابو 600 وال 599 وال 601 ما ينفذ منها بس دني. فادتنا هاي المرآة لو ما فادتنا؟ هاي السيطرة فادتنا لو ما فادتنا؟ قللت لنا الباندويث، ضيقت لنا الباندويث، يعني زيدت لنا جودة الليزر، ما صارت شوائب كثيرة بالحزمة الخارجية، شوائب بسيطة جدا، جودة الليزر صارت عالية، المونوكروماتي صارت عالية، وحدة اللون أو وحدانية اللون صارت موجودة. طول الموجي صار واحد تقريبا، مو حزمه من الشوائب كثيره من الاطوال الموجيه المبتعده. حطينا سيطره بحيث ما خلت بس الطول الموجي المركزي يخرج وبس القريب منه جدا. هي هاي المراه. اذا هاي عن طريق المراه قدرنا نقلل من الباندوث، وهاي يسمونه الفيدباك اوف ريزونيت. هذا الوسيله الثالثه. الوسيله الرابعه هي عن طريق البريزم اللي مرسوم، هذا مرسوم عندنا. البريزم نفس فكرة المرآة، هو سيطرة يدخل لنا بس الطول الموجي المركزي سيطرة، لكن عملها يختلف عن المرآة. المرآة ما تطلع لنا إلا الطول الموجي المركزي والقريب منه. البريزم هذا لا يختلف، شو يسوي؟ هذا ينشر الموجات بحيث كل طول موجي يطي زاوية مسير تختلف عن الزاوية الأخرى، ويطي الطول الموجي المركزي الزاوية صفر. البريزم أيضا هسه مثل ما هو بالشكل، والآلية الميكانيزم موجود عندنا. البريزم عبارة من المنشور نشوفه هنا وينشر الأشعة ويخلي كل طول موجي ينطلق بزاوية مختلفة حسب طول الموجي. لذلك المنشور راح يطلع لنا ألوان الطيف السبعة من اللون الأبيض بأي وسيلة؟ بواسطة أنه كل طول موجي إلى زاوية انكسار تختلف داخل المنشور. زاوية الانكسار تعتمد على الطول الموجي، كل طول موجي إلى زاوية انكسار. زاوية انكسار هي دالة للأطوال الموجية. زاوية انكسار الطول الموجي باللون الأحمر تختلف عن زاوية انكسار الطول الموجي باللون الأزرق. لذلك يصير هذا قوس الألوان بالمطر أو قوس المطر يسمون قوس قزح. ولذلك يصير المنشور يطلع لنا الالوان السبعه عن طريق وسيله اسمها اختلاف زاويه الانكسار حسب الاطوال الموجيه. هنا هاي الخاصيه نفسها، هذا المنشور راح ينشر لنا كل طول موجي بزاويه حسب طول الموج. ولذلك راح تنتشر هاي الحزمه. احنا نخلي فتحه بالنص مثل ما موجود بالرسم، بحيث اللي خارج الفتحه الاطوال الموجيه المبتعده يسارا ويمينا اصلا ما تدخل من الفتحه وتنعكس وتروح ونخلص من عندها. اذا هاي ميكانيزم او اليه للتخلص من الاطوال الموجيه المبتعده عن الطول المركزي ولتضييق الباند وذ. الاخيره الوسيله الاخيره نفس المبدا بالضبط اللي هي الجريتنج، باستخدام جريتنج. هذا نفس البريزم بالضبط، نفس عمل البريزم لكن بتقنية أخرى وهي زوايا الانعكاس. زوايا الانعكاس هو عبارة عن مرآة بزوايا انعكاس كثيرة. يعني راح نشوف أنه طول الموجي المبتعد عن المركزي ينعكس بزاوية أكبر، والقريب من المركزي ينعكس بزاوية أقل. لذلك تنشر لنا الأطوال الموجية وتخلصنا هذا الجريتنج أو المحزز. المحزز اخذناه بالمختبر هو يعمل عمل المنشور، لذلك المحزز راح يخلصنا من الاطوال الموجيه المبتعد من الجانبين، من الطول الموجي المركزي، وبقينا فقط على الطول الموجي المركزي
نحسن لنا جودة الليزر بتقليل هذه الشوائب. هذا أيضا الجريتنج. هناك موضوع اسمه سينجل مود ليزرز. هذا أساسا سينجل مود ليزرز هاي ليزرات بالنمط الوحيد، هاي أساسا من داخل الليزر احنا نعالج الموقف مو من خارج الليزر، يعني نخلي فتحة أو حاجز بفتحة داخل الحجرة الليزرية على مود فقط الليزر أو الأطوال الموجية أو المودز فقط اللي تتردد مع المحور الليزري بالضبط هي اللي راح تبقى، والبقية نتخلص منها تلقائيا. فهي أيضا وسيلة للتخلص من الباندوث أو من التعريض الطيفي للحزمة الليزرية الخارجية. طبعا هاي ما راح تخلصنا 100% مثل ما موجود بالرسم، لكن راح تخلصنا بجزء كبير جدا من هاي الشوائب، وإذا ساندتها بعد عمليات وآليات خارج الليزر مثل ما شفنا بالبريزم أو بالميرارز أو بالجريتينج أو بالكولينج أو بالبريجر ريديسينج أوف بريجر بعد أحسن. إذا ذن الطرق حسبوه هسه راح تلقون 6 طرق لتقليل الحزمة الليزرية. أسباب الاتساع الليزري كم سبب عندنا ذكرناها؟ 3 أسباب. أكو أسباب أخرى دير بالكم بس أنا تركتها، أخذت الأسباب المهمة جدا أو المؤثرة بعمق، مؤثرة جدا. أكو أسباب أخرى تأثيرها جدا بسيط لكن موجودة. من راح إن شاء الله تكملون دراسة راح تلقون مو 3 أسباب، راح تلقون عبارة عن 13 أو 14 سبب هيجي، بس إحنا حسب التأثير والأهمية اختارين 3 الأكبر تأثيرين أذني. بس لحد الآن انتهت المحاضرة، وصلنا إلى نهاية المحاضرة، نشكركم ونقول الحمد لله رب العالمين.